يقول المؤلف ابن قدامة رحمه الله باب الذكاة. ابن قدامة رحمه الله يرجع نسبه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ابن قدامة مؤلف هذا الكتاب عبد الله بن أحمد بن قدامة يرجع نسبه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابن الجوزي المشهور يرجع نسبه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. بس للفائدة يقول ابن قدامة رحمه الله باب الذكاة: يباح كل ما في البحر بغير ذكاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر الحل ميتته. وهذا واضح، قال: إلا ما يعيش في البر فلا يباح حتى يذكى. لقوله تعالى: إلا ما ذكيتم. قال: إلا السرطان ونحوه مما يعيش في البر والبحر وليس له دم يسيل، إذا ذبح فهو مما يحل أكله بغير ذكاة. قال: ولا يباح من حيوان، من حيوان لا يباح من البر شيء بغير ذكاة، يعني حيوانات البر لا تباح إلا بذكاة. والدليل على ذلك قوله، قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة، إلى قوله: إلا ما ذكيتم. إلا ما ذكيتم، والذكاة هي قطع الوديجين والمريء، قطع الوديجين والمريء، هذا بالنسبة للذبح، لأن الذكاة تكون بالنحر وتكون بالرمي وتكون بالذبح، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله. قال: إلا الجراد وشبهه كالجنادب فالجراد لا يحتاج إلى تذكية، معروف الجراد أليس كذلك، فلا يحتاج إلى تذكية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل لنا ميتتان ودمان، والكبد والحوت، والكبد والطحال والجراد والحوت، أو قال: الحوت والجراد. قال: والذكاة تنقسم ثلاثة أقسام: نحر وذبح وعقر. نحر وذبح وعقر. فالنحر يكون للإبل، النحر يكون للإبل، ولذلك قال: يستحب نحر الإبل، وهذا ما فيه خلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في حجة الوداع، نحر صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل كانت تزدلف إليه صلى الله عليه وسلم، تستعجل كل واحدة تريد أن تنحر هي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقوم بنحرها، فكان ينحرها في الوحدة في المكان الرقيق في أسفل العنق، حتى نحر 63 قدر سني عمره صلى الله عليه وسلم، ثم دفع المدية إلى علي رضي الله عنه فنحر باقيها 100، ثم أنه أمر صلى الله عليه وسلم بأن يجمع من كل واحدة قطعة وتطبخ في قدر، فشرب من رقها وأكل من لحمها امتثالا لقول الله عز وجل: فكلوا منها. قال: فإن نحر ما يذبح، يقول: وذبح ما سواها، النحر للإبل والذبح لما سواها كالبقر والغنم بهيمة الأنعام وحتى الخيل. قال: فإن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر فجائز، يعني لو نحر الشاة أو على طريقة الإبل أو البقرة فإنه يجوز، أو ذبح الإبل، وهذا ما يفعل بعض الناس، بعض الناس يذبحون الإبل ذبحا،
فإنه يقول فجائز، لأنها تتوفر فيها شروط الذكاة سواء بالنحر أو بالذبح. ويشترط للذكاة كلها ثلاثة شروط: أحدها أهلية المذكي، أن يكون الذي يذكي أهلا لأن يذبح. وهو أن ما هي أهلية المذكي؟ قال هذه الأهلية تتحقق بثلاثة شروط سيذكرها. الأول أن يكون عاقلا، يعني ولو كان مميز ما يلزم البلوغ، أن يكون عاقلا يعني يعرف الذبح ويكون عنده نية، لأن غير المميز لا نية له كما يقول الفقهاء رحمهم الله، أن يكون عاقلا. والثاني أن يكون قادرا على الذبح، ما يكون ضعيف سواء نفسيا أو قدرة بدنية. والثالث أن يكون مسلما أو كتابيا، فذبيحة المجوس لا تحل وذبيحة الوثني لا تحل، وكل من ليس من المسلمين ولا من أهل الكتاب فإنها ذبيحته لا تحل ولو كانت على الوجه المشروع، ولو كانت بالنحر أو بقطع الوديعجين والمري في الذبح، لقول الله عز وجل إلا ما ذكيتم. ما ذكيتم فالخطاب للمسلمين، وقوله سبحانه وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمقصود ذبائحهم، المقصود ذبائحهم. قال فأما الطفل يعني غير المميز والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتاب فلا تحل ذبيحته. السكران والمجنون فاقد العقل، والطفل لم غير المميز، المقصود غير المميز لا يدرك ولا يعقل الذكاة. الثاني هذا الشيء، إذن الشرط الأول أهلية المذكي، الشرط الثاني أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح أو إرسال الآلة في الصيد إن كان ناطقا في الصيد. الصيد إما يكون صامتا يعني الصائد آلة الصيد، أو تكون ناطقة. فالصيد إما يكون بالكلاب والصقور، أو يكون بالرمي بالبندقية أو بالمعراض أو بالرمح يرميه من بعيد بيده مثلا، هذا يسمى صامتا. إلا في الصيد إن كان أو في إرسال الآلة في الصيد إن كان ناطقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح، فإذا أراد أن يذبح يقول بسم الله، وإن قال والله أكبر فهو أولى. قال وإن كان أخرس أشار إلى السماء، أشار إلى التسمية بالله عز وجل أو بالتكبير. فإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل، لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فسماه فسقا، لهذا إذا تركها عامدا. وإن تركها ساهيا حلت، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا ذبح ونسي يعني نسي أن يذكر اسم الله تعالى فليأكل، إذا ذبح يعني المسلم ونسي أن يذكر اسم الله عليه فليأكل. وإن تركها على الصيد لم يحل عمدا كان أو سهوا، لعموم قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. لكن هذا مذهب الحنابلة رحمهم الله، يفرقون بين ماذا؟ بين الصيد وبين الذبح. فإذا أراد أن يذبح فإنه لا بد أن يذكر اسم الله على كل حال، لكن لو نسي في حال الذبح فإنها تحل الذبيحة ويعذر بالنسيان. وإن نسي حال الصيد وهو يصيد بالبندقية ما قال بسم الله، أو في حال إرسال الكلب المعلم أو الصقر فإنه إذا نسي يقول المؤلف ولو سهوا، يعني ولو ترك التسمية، إذا ترك التسمية ولو سهوا فإنها لا تحل. وذهب جماهير العلماء إلى أنه إذا نسي ذكر اسم الله سبحانه وتعالى على الصيد فإنه يحل، جماهير أهل العلم خلافا للحنابلة أنه يحل لعموم قوله سبحانه وتعالى
لقوله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. وهذا عام في الذبيحة وفي الصيد، ولأن الصيد أحرى أن ينسى، اللي يصيد يقول من تتبع الصيد غفل، اللي يتبع الصيد يصير مسبوح، تعرفون معنى مسبوح؟ يعني مشغول العقل دائما، يعني إذا يرمي مهمة الصيد لا يطير إن كان طائرا، أو يهرب إن كان مما ذوات الأربع، فيكون منشغل القلب أكثر من الذي يذبح على بصيرة، ليس كذلك؟ فهو أحرى أن يعذر بالنسيان، لكنه يحرص على أن يسمي لو إذا وضع الطلقة في البندقية مثلا إذا خشي النسيان، ويحرص على أن يستحضر الاسم، لكن إذا نسي فالأقرب أنه يصح. الشرط الثالث من شروط الذكاة أن يذكي بمحدد، يعني بشيء حاد، سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم، يعني ما أسال الدم، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ليس السن والظفر، قال صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى، المدية الشفرة أو الحبشة، يستعملون الظفر اللي هم الحبشة. وهذا الحديث متفق عليه من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، بن خديج. قال المؤلف: إلا السن والظفر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. ويعتبر غالبا إذا قالها الفقهاء يشترط، ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد يجرح، المقصود إسالة الدم، يعني أنتم تعرفون في البندقية قد لا تكون تجرح، الرصاص دائري ما يجرح بحده، وإنما يجرح بقوة اختراقه، ليس كذلك؟ فقوة اختراقه هذه تجعل الدم يسيل، وهذا هو المقصود، فما أسال الدم. قال: ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد، لأن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد بالمعراض، فقال: ما خرق فكل، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ، يعني مثل الرمح، المعراض له حد، فقال: ما أصاب بحده فكل، وما أصاب بثقة له حد، وشدة الضربة على جنب بجنبه فهو وقيذ من الموقوذة. الموقوذة ما هي؟ التي ضربت بالعصا حتى الموت أو بالحجارة، فهذه وقيذ. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بالمعراض فأصابه ضربة قوية ومات أنه وقيذ، ولو كان يريد الصيد، لكن ما يريد أن يضربه بحده، لكن ما أصاب بالحد وضربه بهذا، فضربه بالجانب فمات قبل أن يذكيه، قبل أن يذكيه فإنه يحرم، لحديث عدي الذي سبق ذكره. قال: أو يرسل جارحا، مثل الصيد والصقر وما والفهد أحيانا والنمر أحيانا، فإن قتل الصيد بحجر أو بندق أو شبكة، أو قتل الجارح، الجارح مثل الكلب، الصيد بصدمته أو بخنقه أو روع خنقه أو خنقه أو روعته لم يحل، يعني إذا قتل ليس لم ينهر الدم، ليس بعضته بالنسبة لي أو بمنقاره بالنسبة للصقر، أو بعضة الكلب أو ما أشبه، أو انخنق في الشبكة، أو مثل ما قال المؤلف بحجر فأصابه بعرضه، أو بالبندقية بثقلها ولم تخترقه ولم يسل الدم، فإنه لا يحل لأنه موقوذ. وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه، لحديث عدي بن حاتم الذي سبق ذكره. وإن نصب المناجل، المناجل ما هي؟ المحاش، تعرفون يحشون بها، تجدونها في كل محلات الأدوات البناء، تقول فيه محش، يقول إيه المحش، المنجل اللي يحش به الحشيش، هو حاد وفيها أسنان، أسنان صغيرة للحشيش، لكن آخره حاد، بعضهم يدفنه ويخلي الحاد هذا طالع خارج، حتى إذا جاء بعض الحيوانات في أماكن تمر بها ضربها حده وخرقها فأصابها،
ينصبها نصبا مثل ما قال المؤلف، وإن نصب المناجل للصيد وسمى فعقرت الصيد، عقرته جرحته وقتلته حلا، لأنه صار بقتل بشيء محدد وهو من الصيد قد تسامح فيه الشارع. ها الحجر إذا كان بثقله لا، لكن لو فرضنا مثلا إنسان عنده بهيمة يخشى من موتها وجد حجر حاد فذبحها بحد الحجر لأن حاد، بعض الحجارة حادة لو ضربت رجلك جرحتها، فإذا جرحه وأدماه ومات بسيلان الدم فهو مباح. لا هذا وقيف، هذا إلا إن أدركه وذكاه، إن أدركه وذكاه لا حرج، لكن هذا حتى لو سال، لو صار في رأسه مثلا أو شيء، لو صار ها إيه. طيب تسقط حية ولا ميتة؟ طيب هل فيها دم؟ يخترقها مثل البندقية؟ إن كان يسيل الدم فعلا سالة واضحة يشق، فهي وإن كانت بضرب بشدة الضربة فهي وقيدة، هي وقيدة وليس عمل الناس في عبرة. صح أنا أعرف النباطة اللي أنت تذكرها هذه تكون حجر أحيانا يكون ما له حد أصلا، فإذا رماها ضربها بشدة ضربته، فإن لم يكن فيها أثر إن خرج فيه دم اخترقها بشدة الاختراق مثل البندقية فهذا تحل لأنها سال الدم وهو صيد، وإن كانت مجرد أنها ضربها مع الرأس مثلا أو ولم يسل الدم فهذا لا تحل. هم يأخذون كل شيء، أي شيء ما دام أطاحت ميتة خلاص. ها أن يسيل الدم يجرح، نعم لابد أن يجرح ويسيل الدم، يكون يقتل بحده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذلك لعدي. فصل. ويشترط في الذبح والنحر خاصة الذبح والنحر، وش بقي؟ ما الذي بقي؟ العقر. العقر يكون بالسهم الرمي. شرطان آخران يعني زيادة على الشروط السابقة، شرطان أحدهما أن يكون في الحلق واللبة، في الحلق واللبة يعني في الرقبة أسفل الحلق أسفل واللبة في فوق، لابن عباس رضي الله عنهما قال الذكاة في الحلق واللبة، فيقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه، يقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه. والحلقوم هو مجرى الهواء والمريء هو مجرى الطعام. يقول الثاني يعني من الشروط الخاصة بالذبح والنحر أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح، فإن لم يكن فيها إلا كحياة المذبوح وما أبينت حشوته لم يحل بالذبح ولا بالنحر، لم يحل بالذبح ولا بالنحر. يعني لو فرضنا يقول أن يكون في حياة مستقرة، أما إن كانت حياة مضطربة مثل هو يرفس رفس يعني حركة موت بس، أنتم تعرفون إذا قطع أحيانا رأس الذبيحة تتحرك أحيانا، ليس كذلك إذا كان هو مثلا قد قطع السبع حشوته يعني بقر بطنه وأخرج ما في بطنه، هذا يسمى حشوة، وصار فيه نوع اضطراب بس مثل الاضطراب اللي مقطوع الرأس، فهذا ليست حياة مستقرة، لابد أن يكون في حياة مستقرة يذهبها الذبح، تذهب بالذبح، فحينئذ يدرك ويكون أدرك ذكاته، فيكون قد أدرك ذكاته إذا كان في حياة مستقرة، أما إذا كان ما فيه إلا حركة المذبوح العادة الاضطراب هذا فهذا لا يقول لم يحل بالذبح ولا بالنحر أيضا، ولا بالنحر الذي هو في الوهدة. وإن لم يكن كذلك فإنه يحل، يعني إذا كان في حياة مستقرة ليست حركة المذبوح أو أخرجت حشوته حل. قال لما روى كعب قال كانت لنا غنم ترعى بسلع جبل بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة موتا، فأبصرت جارية لنا بشاة موتا يعني أنها قريبة من الموت، فكسرت حجرا، لما كسرته صار حادا، فكسرت حجرا فذبحتها به، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها، رواه البخاري.
قال: وأما العقر فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة في أي مكان منه، لأنه يحتاج إليه العقر. ويشرع يعني العقر في كل حيوان معجوز عنه، معجوز أن يقبض عليه ويذكى تذكية بالنحر أو بالذبح، معجوز عنه من الصيد والأنعام يعني من بهيمة الأنعام الحاربة، لما روى رافع أن بعيرا ند فأعياهم، عجزوا عن إمساك به، بعيرا ند يعني هرب، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه، ويعني يجري بهذه الجهة رماه في وجعل السهم في المكان الذي هو يجري إليه قريبا منه، فلما وصلها السهم إذا هو وصل المكان أصابه السهم حبسه، فحبسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم عنها فاصنعوا به، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. والحديث متفق عليه، هذا واضح أليس كذلك؟ مثل الصيد، إذا هرب بعير أو حتى شاة أو خروف أو بقرة أو غيرها من بهيمة الأنعام أو حصان وعجز عنه، فيمكن أن يرمى بالبندقية مثلا السهام، فإذا أصابته ومات فإنه يؤكل، يسمى ويرمى عليه. قال: ولو تردى، المتردية، ولو تردى بعير في بئر فتعذر نحره فجرح في أي موضع من جسده فمات به حل أكله، يعني لو تردى في بئر، سقط في بئر وتعذر أن ينحر بالنحر المعروف، فجرح في أي موضع من جسده فمات بهذا الجرح، بسبب هذا الجرح وليس بغرق مثلا لو كان في البئر أو بسبب التردي. الله عز وجل قال: والمتردية حرمت عليكم الميتة، وذكر المتردية، حل أكله لثبوت، قال الشيخ عبد الله الجبرين: ثبوت ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. كتاب الصيد، نعم نعم، إيه، إذا رماها بالبندقية استحل. وش السؤال؟ لا، البندق في وقتهم، يعني بندق، ليست البندقية هذه بندق، الله ما أعرف أنا صفتها بالضبط، لكن يظهر أنها تضرب بثقلها، تصيب بثقلها وليس بحدها ولا باختراقها لعدم توفر الشرط، ليس المقصود به البندقية الموجودة. لعل إن شاء الله، لأنها هي تمر على حاد ثم يقطع رؤوسها، الذي يظهر أنه يكفي إن شاء الله، لأن الجرح موجود والتسمية موجودة، تسمي عليها مرة واحدة، والله الذي يظهر أنه إن شاء الله جائز، ما عندي والله أنا في هذا علم أنقله عن العلماء، لكن يعني الذي يظهر أنه جائز، لأنها ذبحت كلها مرة واحدة، فهو لا يمكن أن يسمي عليها إلا مرة واحدة، وهي تذبح في وقت النفس فيكفي إن شاء الله. والتعدد أحيانا في مثل هذه الصورة ممكن، لو أن إنسانا أطلق البندقية في الصيد وسمى الله فأصاب الطائرين، هل نقول إنه لا؟ نفس القضية، الذي يظهر إن شاء الله كافي. ما يجوز، لا هذا خنق، هذا من الخنق، ما يجوز، إيه يعتبر ميتة. قال رحمه الله: كتاب الصيد، كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه. حتى الصيد إذا أمكن ذبحه، يعني إذا إنسان رمى صيدا وهو أدركه حيا ما يصلح يتركه حتى يموت، ينبغي له أن يبحث عن حاد ويذبحه، أما لو تركه حتى يموت فلا يصح. وما تعذر ذبحه فمات إلا لم يجد مثلا شيئا، وما تعذر ذبحه فمات بعقره حل بشروط ستة ذكرنا منها ثلاثة في الذكاة، وهي أهلية المذكي، وأن يذكر اسم الله تعالى عليه، وأن يصيد بشيء يعني حاد أو جارح. منها يقول في الذكاة، والشرط الرابع أن يكون الجارح الصائد، يعني مثل الكلب والصقر وما إليه، معلما، أن يكون
معلما لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح، ولذلك قال مكلبين نسبة للكلاب مكلبين. الله يعافيك. قال وهو معلما، ما هو المعلم؟ قال وهو ما يسترسل إذا أرسل ويجيب إذا دعي. متى يكون معلما؟ يسترسل، إذا أرسل على الصيد استرسل وأطاع، وإذا كف عن الصيد ودعاه رجع، هذا يكون معلما لأنه كالآلة يتصرف، والمتصرف الحقيقي هو الإنسان، فهو صار كالآلة يرسله ويدعو، مثل الآلة التي إذا شاء أطلق البندقية وإذا شاء تركها أو السهم، ويجيب إذا دعي. قال ويعتبر في الكلب والفهد خاصة، يعني المعلم، أنه إذا أمسك لم يأكل، يشترط يعني في الكلب وفي الفهد أنه إذا أمسك لم يأكل، لأنه إذا أكل يكون صاد لنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن وجدته أكل فلا تأكل منه، فإنما اصطاد لنفسه، وإذا صاد لنفسه يحل لك الصيد؟ يعني لو وجدت مثلا صيدا مع أسد هل يحل لك أنك تأكل منه؟ مثلا أتيت بسيارتك ووجدت ذئبا قد أمسك بشاته وهي ميتة وسائل دم هو بدأ يأكل منها فطردته عنها، هل يحل لك أنك تأكل منها؟ لا. كذلك بالنسبة للكلب، حتى لو كان معلم ثم أكل منها، عرفنا أن في هذه الأكل ما في الصيد ما صادها لك، صيدها لنفسه. وسبحان الله، قال الله عز وجل تعلمونهن مما علمكم الله، يصيد لصاحبه، والصقر كذلك يصيد لصاحبه، فإن أكل منه. لكن المؤلف ما استشرط ذلك في الصقر، إنما في الفهد وفي الكلب. قال ولا يعتبر ذلك في الطائر، فلا يشترط في الجارح من الطير كالصقر والباز ونحوها مثلا حتى يعد معلما أن لا يأكل. فإذا يشترط في الكلب والفهد أن لا يأكل، أيضا من الشروط الخاصة بالصيد. الثاني يعني من الشروط أن يرسل الصائد أن يرسل الصائد يعني أن يرسل الصائد يعني يرسل الإنسان أو صاحب الصيد الصائد يعني الكلب أو الجارح أيا كان للصيد، فإن استرسل الكلب بنفسه لم يبح صيده. يعني ذهابه للصيد يكون بأمر من الشخص، لو كان كلب معلم فالكلب رأى مثلا أرنب أو رأى غزالا وانطلق من نفسه وراح صاده، ولو لم يأكل منه لا تأكل منه، لابد أنت لترسل عليه، لابد أن قال الشرط الثاني أن يرسل يعني الإنسان أو صاحب الصيد الصائد يعني الكلب أو الصقر أو غيره للصيد، فإن استرسل الكلب بنفسه لم يبح صيده. الثالث أن يقصد الصيد، فإن أرسل سهما ليصيب به غرضا أو كلبه وهو لا يرى صيدا فأصاب صيدا لم يبح. يعني لو فرضنا إنسان الغرض ما هو؟ الهدف. إذا كان الناس في الحديث الصحيح لعن الله من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، إذا أخذت مثلا هذا قلت ضعف في آخر المسجد ومعك بندقية أو نباطة مثل ما يقول الأخ أو ما أشبه ذلك وتريد أن تتبارون في الرمي وفي الإصابة يسمى غرض. الهدف لعن الله من جعل شيئا فيه الروح غرضا، يأتي بحمامة ولا دجاجة ولا قط ولا شيء ويضعه هناك ثم يتعلمون فيها الرمي، هذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان هو يرمي يريد أن يرمي مكان بعيد، يرمي الهدف، مر صيد وأصابه، مر صيد فأصابه، هل يأكل منه؟ ولو هو قال بسم الله يقول إن شاء الله تبرك بسم الله عشان أصيب الهدف أو الغرض، ولو كان قال بسم الله، لأنه إنما الأعمال بالنيات، ما قصد الصيد. وكذلك لو أرسل الكلب لذئب لأجل أن يمسك أو كلاب لأجل أن تمسك بذئب أذاه في غنمه، فأحد الكلاب رأى في طريقة هرنبا فخطفه هو خنقه حتى مات، هل نقول إنها لا؟ لأنه ما ولو أنك أرسلته لكن أنت أرسلته لهدف آخر.
قال: ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتيله، مثل أن يشارك كلبه أو سهمه كلب أو سهم لا يعلم مرسله، أو لا يعلم أنه سمى عليه، أو رماه بسهم مسموم يعين على قتله، أو غرق في الماء، أو وجد به أثرا غير أثر السهم أو الكلب الذي أرسله يحتمل أنه مات به لم يحل. يعني إذا شك هل مات هذا الصيد بآلته هو أو بآلته وآلة غيره، مثل يجد كلبين، كلب له وكلب الغير، يمكن السمع ويمكن ما سمع، أو يجد كلبا شاردا وكلبه، أو يجد السهم أصابه، أو يكون هو ضعيف من الأصل هذا الصيد ولا يدري هل مات بضعفه ولا مات بالسهم، يعني صار فيه مشترك في القتل، فإنه لا يحل لأنه لم يتمحض القتل بسبب مباح، وإنما بسبب مباح وسبب غير مباح. لما روى عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن قتل ولم يأكل منه فكله، يعني ولم تدركه حيا، فإن أخذ الكلب فإن أخذ الكلب له ذكاة، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إذا أمسك على نفسه، وإن خلطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره، وإذا أرسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه وإن غاب عنك، يعني الصيد الذي رميته بسهمك، وإن غاب عنك يوما أو يومين ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكله إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. متفق عليه. المادة طويلة والوقت ضيق، نستمر في. قال: باب المضطر. ومن اضطر في مخمصة فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه ما يسد رمقه. يسد رمقه يعني يعيش به ويسلم من الموت. وإن وجد، متفقا على تحريمه ومختلفا فيه كالثعلب، الثعلب فيه من أهل العلم من يبيحه وإن كان قولا ضعيفا، يعني لا يرون أنه ذناب، كالثعلب أكل من المختلف فيه لأنه أخف تحريما وهذا واضح. فإن لم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته، وإن كان مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه، يعني لو وجد لم يجد إلا طعاما لغيره وبه مثل ضرورته، صاحب هذا الطعام مضطر إلى هذا الطعام مثل ضرورة هذا الشخص الذي وجده، فإنه لا يباح له أخذه لأنهما تساويا في الضرورة. وإن كان مستغنيا عنه، يعني صار هذا الشخص الذي معه الطعام مستغنيا عنه، فإنه يأخذه منه بالثمن، يعني أنت في حال ضرورة، أحيانا يكون حال الضرورة مجاعة عامة تعم الناس كلها نسأل الله العافية، فحينئذ وجد إنسان معه طعام لكن هذا الإنسان مضطر للطعام، خلاص يتركه له وليس له، هو حق به لأنه معه إذا كان لا يكفي إلا هو. وإن كان هذا الشخص ولو كان مستغني عن الطعام فإنه يأخذه منه، يقول يأخذه منه بثمنه، فإن منعه منه أخذه منه قهرا، لو قال لا لن أعطيك إياه بثمن ولا بغير ثمن، وهذا مضطر في حال ضرورة وذاك الشخص مستغني، فإن له أن يأخذه منه قهرا لأنه يحيي به نفسه، لأنه يحيي به نفسه، وضمنه له متى ما قدر، يعني حتى لو أخذ له قهرا إذا استطاع فيما بعد يعطيه ثمنه في المستقبل أو يعطيه مثله، مثل هذا الطعام، نسأل الله العافية. فإن قتل المضطر فهو شهيد، يعني لو أنه لما قاتله ليأخذ الطعام قتله الشخص الآخر يعتبر شهيدا لأنه لأدون نفسه، وعلى قاتله ضمانه لأنه قتل بغير حق. وإن قتل المانع فلا ضمان فيه، اللي منع الطعام إذا قتل فلا ضمان فيه، وأظن الصورة واضحة ليس كذلك؟ يعني نسأل الله العافية، الوقت لا يتسع، لكن ذكر المؤرخون حالات من الجوع
واضطرار الناس إلى الطعام يعرف بها الإنسان نعمة الله، قدر نعمة الله تعالى عليه. ابن الجوزي رحمه الله وابن كثير ذكروا في تواريخهم أن مجاعة حصلت في مصر، نسيت السنة، يمكن الله نسيت الآن، يمكن في القرن الخامس هي، فاستدعى أناس طبيبا ليعالجهم وهم يريدون أكله، وأخذ معه، فلما دخل في السوق شعر بنيتهم فهرب، فتبعوه وسلم منهم. قال وكان فيه وزير للسلطان، وزير للسلطان أتى للسلطان على بغلة فأوقعها على باب السلطان ودخل للسلطان، فجاء أناس وذبحوها وأكلوها، مجاعة هلاك موت، وذبحوها وأكلوها، فلما علم السلطان أمسك بهم وقتلهم وصلبهم حتى يكونوا عبرة لغيره لا يتعدون على بغلة السلطان، فعلقوهم في المشانق. قال فلما أصبحوا وجدوهم عظاما أكلهم الناس، نسأل الله العافية، من شدة الجوع. وقال ابن الجوزي رحمه الله إن امرأة في العراق كانت في حالة مجاعة ذكرها تنادي من يعطيني رغيف بألف دينار ذهبا، الدينار 4 جرامات وربع جرام، يعني كم؟ أضرب 4 يعني 4 كيلو ذهب وربع خبزة واحدة رغيف، فلم تجد من يعطيها بألف دينار حتى ماتت من الجوع. فيعني الله عز وجل قد أنعم علينا بنعم عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكرها ونعوذ به من زوال نعمته وتحول عافيته. قال ولا يباح التداوي بمحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه أن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، وقوله صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. قال ولا يباح شرب الخمر من عطش لأنها لا تروي، الخمر تزيد العطشان عطشا، فلا إذا كان مضطر وعطشان لا يشرب الخمر لأنها ما تروي عطشا. ويباح دفع الغصة بها إذا لم يجد مائعا غيرها، لو غصة وخاف على نفسه الموت غصة بلق وما عنده إلا خمر، وهذا نادر لكن عاد مسألة فرضية، فله أن يدفعها بالخمر. قال باب النذر، النذر هو إلزام المكلف نفسه عبادة لله تعالى غير واجبة عليه بأصل الشرع، إلزام المكلف نفسه عبادة غير واجبة، عبادة لله عز وجل غير واجبة عليه بأصل الشرع، مثل أن يحلف أن يصوم مثلا أياما معدودة، أو أن يصلي صلوات معدودة، أو أن يتصدق بصدقة معينة. والغالب أن اللي ينذر إذا كان الإنسان في حالة معينة ويقول لله علي إن زالت مثلا إن فرج عني أو إن رد الله غائبي أو شفى مريضي أو نحو ذلك، فلله علي كذا وكذا أن أصوم أو أصلي أو أتصدق أو نحو ذلك. والأصل في النذر الإباحة، وإن كان بعض العلماء يرى أنه مكروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وإنما يستخرج به من البخيل، لكن الله عز وجل قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فينبغي الإنسان لا ينذر، لكن لو نذر فيجب عليه أن يوفي بالنذر. قال من نذر طاعة لزمه فعلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، فإن كان لا يطيقها، نذر طاعة هو ما يطيقها، كشيخ نذر صياما لا يطيقه، رجل كبير في السن نذر أن يصوم 5 أشهر ما يستطيع، فعليه كفارة يمين، كل من نذر نذرا لا يستطيع الوفاء به فعليه كفارة يمين. قال لحديث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، وروي موقوفا على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
قال: ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجزه إلا المشي في حج أو عمرة. لو كان مثلا في الرياض هنا وحلف بالله أنه حج ماشيا، أنا خلاص بمشي من شعبان أو من مثلا شوال، يمكن يكفي الشهر مشي أو شهرين وبحج ماشي، نذر. يقول المؤلف يلزمه، يلزمه إذا كان مطيقا، لأن هذا نذر طاعة، والمشي إلى الحج ليس هو في ذاته طاعة، وإنما هو وسيلة إلى الطاعة، مثل الذهاب إلى المسجد، أليس كذلك؟ فهو وسيلة إلى الطاعة، فيكون مأجورا عليه، مأجورا عليه. لكن الأقرب أنه لا يلزمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا كبيرا يسنده اثنان وهو يسير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام. قال: مروه فليركب، فإن الله غني عن مشيه أو عن سعيه. وأيضا أو قال غني عن تعذيب هذا نفسه. وأيضا أخت عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهما نذرت أن تمشي، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تركب وتمشي، تمشي أحيانا وتركب أحيانا، فالأقرب أنه لا يلزمه حتما. قال: فإن عجز عن المشي، عجز مثل هذا الشيخ المذكور، ركب وكفر، لما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: كفارة النذر كفارة يمين. وإن نذر صوما متتابعا فعجز عن التتابع صام متفرقا وكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. والنذر يجب الوفاء به، والوفاء به من التقوى، فيتق الله ما استطاع، ما استطاع بالتتابع ولو متفرقا، لكن لأنه شرط التتابع يكفر كفارة يمين. وإن ترك التتابع لعذر في أثنائه خير بين استئنافه والبناء مع التكفير. يعني لو أنه حلف أن يصوم 20 يوم متتابعة، فترك في أثناء التتابع، ترك التتابع لعذر، فيقال، يقول المؤلف يخير إما أن يستأنف من جديد أو يكمل ويكفر كفارة يمين. وإن تركه لغير عذر وجب استئنافه، لو تركه لغير، يعني لغير عذر، فإنه يستأنف لأن شرط على نفسه التتابع. وإن نذر معينا فأفطر في بعضه أتمه وقضى، يعني مثلا معين حدد الأيام، فقال: لله علي أن أصوم 10 ذي الحجة حددها، أو قال: لله علي أن أصوم شهر الله المحرم، فحدد شهر محرم. يقول المؤلف: فأفطر في بعضه فإنه يتمه ويقضي، يتم بقية نذره ويقضي. يعني مثلا قال: لله علي أن أصوم شهر محرم، جاء في يوم من الأيام وليمة أو شيء، أو فأفطر له يومين أو 3، يقضي مثل ما يقضي في رمضان. أو قال: لله علي أن أصوم 9 ذي الحجة الأيام 9 من ذي الحجة، صام بعضها وأفطر يوم، يقضي اليوم الآخر، لأنه وجب عليه بنذره، والواجب الأداء، القضاء يحكي الأداء، فيكون القضاء واجبا بدل المضيعة من الأداء، مثل رمضان. نعم، باليمين، كفارة يمين. وإن نذر رقبة، يعني أن يعتق رقبة، فهي التي تجزئ عن الواجب، وهي الرقبة المؤمنة السليمة من العيوب، إلا أن ينوي رقبة بعينها، إلا أن ينوي مثلا فلان الرقيق أو فلان الرقيق، وهذا ما عندنا الآن رقيق. ولا نذر في معصية، مثل أن يقول: لله علي أن أصوم مثلا أيام التشريق، أيام التشريق يحرم صومها، أو لله علي أن أفعل كذا من المحرمات، لله علي أن أسافر إلى البلد الفلاني ليشرب الخمر مثلا، فلا يوفي بهذا النذر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال: ولا مباح، يعني ولا نذر في مباح. شلون في مباح؟ يعني أن يفعل مباحا، لو نذر أن يفعل مباحا لله علي مثلا أن ألبس الثوب الفلاني، يقول المؤلف: ما في نذر، لأنه ليس قربة،
النذر لا بد أن يكون في قربة، أليس كذلك؟ كما سبق في تعريفه عبادة لله تعالى، لكنه إذا كان من المباحات فالمباحات ليست قربة ولا مباح، ولا فيما لا يملك ابن آدم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، لأن امرأة كانت أسيرة من المسلمين عند قوم فهربت فأخذت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فهربت عليها، فنذرت أن نجاها الله عليها أن تنحرها، فلما قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس ما جزيتها، إنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، هي لا تملكها، هي ناقة للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا ليس معصية، لو كان معصية ما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ هذا قد يعني يكون فيه بالنسبة للمباح، المؤلف رحمه الله قال فيه لا نذر ليس فيه نذرا في مباح، أحسنت، هذا اعتراض وارد. يعني أقل أحواله أنه مباح، صدقت، لكن هي ربما أنها نذرت، يعني قد يجاب مثلا فيقال أنها نذرت فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها ماذا قالت؟ قالت إن نذرت لله إن ردك الله سالما أن أضرب فوق رأسك بالدف، فقال إن كنت لم تنذري فلا تفعل وإن كنت ذرت فافعلي، فقالت نذرت فأذن لها صلى الله عليه وسلم. فقد يقال إن هذا لأنها يعني نذرت، الدافع الحامل على النذر هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم وطلب سلامته أو شيء من هذا، لكنه وارد مثل ما تذكرت، صحيح يمكن أن يعترض به على كلامه رحمه الله. قال ولا فيما قصد به اليمين، وهو أن يعلق أن مثلا النذر بشرط يقصد منه المنع أو الحمل أو الحث الحظ أو التصديق أو التكذيب، يعني كل ما قصد به اليمين أو حكم اليمين وهو الإثبات أو النفي، يعني مثلا أنت لو قال لك إنسان ما صليت اليوم في المسجد الراجحي، ها؟ ما شفتك في مسجد، فأنت عندما تريد أن تثبت ماذا تقول؟ تقول والله أني مصلي في المسجد الراجحي، تحلف، إذن يشبه اليمين، ها؟ لو نذرت وقلت لله علي كاني ما صليت في المسجد الراجحي لله علي أن أذبح خروف، ها؟ وأعشيكم، لكنك أنت فقيه، قلت ماذا يقول المؤلف؟ ما فيه نذر فيما قصد به اليمين، ما المقصود بما قصد به اليمين؟ يعني يعلق النذر بشرط يقصد المنع منه أو الحث الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب، ها هنا التصديق أليس كذلك؟ ستصديق نفسه أو تكذيب مثلا شخص آخر، يقول إن كنت مثلا اليوم دخلت السوق يقول أنا أين ذهبت اليوم ما أتيت مثلا إلى دعوتي أو شيء، فقال والله أنا كنت ذاهب لقريتي، قال كانك ذهب لقريتك فأنا علي أذبح لك ذبيحة، أذهبت لقريتك وأنا عارف وين أنت فيه مثلا، تكذيب يراد تكذيبه وليس كذلك، هذه حكمه حكم اليمين. فالمؤلف يقول هذه ما فيها نذر، ليس فيها نذر، كل ما قصد به اليمين يعني يثبت بالنفي أو التصديق أو التكذيب أو المنع، يعني يريد أن يمنع نفسه من شيء أو يحمل نفسه على شيء أو يحض نفسه على شيء فهذا لا يدخله النذر. قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، وقال صلى الله عليه وسلم لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله سبحانه، لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، رواه الإمام أحمد وأبو داود خرجه وسنده حسن. فهذا قد يحتج به هذا الحديث على تلك المسألة، قد يكون مثلا هذا الحديث بعد قصة الجارية وقد يكون قبلها، وقد يكون ذاك يعد يحمل يتأول بأنه قربه بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها، لما روى ابن عباس قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قائما فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد
ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. يعني كل هذه بعضها مباحات، بعضها قد يكون مباحات لكن بعضها منهي عنه لأن تعذيب لنفسه، فنهاه عن المنهيات وأمره أن يتم المشروعات المشروع. فإذا أقسم أو حلف على شيئين فبعضها مشروع وبعضها غير مشروع وفى بالمشروع فقط. وإن قال لله علي نذر ولم يسمه فعليه كفارة يمين، قال لله علي نذر وأطلق فإن عليه كفارة يمين. طيب، كتاب الأيمان. الأيمان جمع يمين وتسمى القسم وتسمى الحلف كما قال الشيخ، والفقهاء يقولون هي توكيد الشيء بذكر معظم، توكيد الشيء بذكر معظم، ويقصدون به عند المسلمين الله سبحانه وتعالى، ويؤكد بحرف من حروف القسم. قال: ومن حلف أن لا يفعل شيئا ففعله أو ليفعلنه في وقت فلم يفعله فيه فعليه كفارة يمين. من حلف أن لا يفعل شيئا ففعله، مثل ماذا؟ من يمثل؟ من حلف أن يفعل لا يفعل شيئا ففعله. نعم، وما راح أن لا يفعل، أن لا يفعل شيئا ففعله، أن لا يفعل شيئا ففعله، ما هو؟ أحسنت، صحيح، لأنه يعني حلف أنه لا يذهب وذهب، صح، أحسنت. طيب، أو ليفعلنه في وقت فلم يفعله فيه، ما مثاله؟ أنه ما يفعل في وقت، لا، أو لا يفعلنه في وقت فلم يفعله فيه. أحسنت، لأزورن ولم يزرها في ذلك اليوم اللي هو حدده وهو الغد، أو إنسان قال له لا بد أن مثلا تزورني أو أنت ما تزورنا ولا تحب المجيء، قال والله لا أزورنك خلال هذا الأسبوع، ومر الأسبوع وهو لم يزره مثلا، أو ما والله لا أنجزن لك مطلبك، قال أنا أريد منك مثلا أن تأتي لي بالكتاب، كتاب أنا محتاج إليه، في قال أتيك به والله وحلف أن يأتي به مثلا غدا لكنه لم، أو الساعة الفلانية ولم يأتف، عليه كفارة يمين ولو تأخر لعذر. ما هو أطلق المؤلف رحمه الله، أطلق سواء لعذر أو لغير عذر، إلا أن يقول إن شاء الله متصلا بيمينه، لابد من الاتصال. يعني لو قال والله إن شاء الله لآتينك بهذا الكتاب غدا، أو قال فهذا متصل باليمين، ولكن قال والله لآتينك به غدا، فلما ذهب هم ثلاثة مثلا، واحد منهم يقول له الكتاب اللي أنت وعدتنا به يا أخي، كتاب المغني، وعدني بتجيب لي منه الجزء الأول أنا محتاج له، كل مرة تقول بجيبه سآتي به ولم تأتي به، قال والله لآتين بك به غدا، لما فارقه قال إن شاء الله. هذا في فاصل ولا ما في فاصل؟ في فاصل، تحقيقا لا تعليقا. لهذا شيخ الإسلام رحمه الله قال تحقيقا، تحقيقا، هذا التحقيق يعني كأنه يحلف على شيء واقع أو يجزم بوقوعه. نعم، هذا شيخ الإسلام رحمه الله قاله في معركة شقحب. شيخ الإسلام رحمه الله كان يدور على الأمراء، الجيش المصري اللي قادم من مصر، والجيش الشامي أيضا الذي نهض من الشام لقتال التتار، فكان يقول أنتم وكانوا محزومين من التتار العام الماضي، والشيخ رحمه الله يقول والله إنكم هذه الكرة منصورون، ويحلف بالله هذه الكرة منصورون، فيقول له الأمر قل إن شاء الله، هو شيخ الإسلام عالم الأمة، فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، ما أعلقها بالمشيئة لأني جازم، ويتأول في ذلك آيات من القرآن، فنصرهم الله عز وجل. قال: ولا كفارة في الحلف على ماض، لاحظوا هذه قاعدة ويقع فيها كثير بعض الناس، ولا كفارة في الحلف على ماض سواء تعمد الكذب أو ظنه كما حلف فلم يكن، ما مثال هذا؟
قبل ذلك قال إلا أن يكون إلا أن يقول إن شاء الله متصلا بيمينه أو يفعله مكرها، إذا أكره فلا شيء لقوله عليه الصلاة والسلام وما أكره عليه، الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أو يفعله ناسيا فلا كفارة عليه للحديث. طيب قال ولا كفارة في الحلف على ماضي، يعني يحلف على حصول شيء ماضي قد مضى أو عدم حصوله، على شيء حصل في المقصود في الماضي، سواء تعمد الكذب أو ظنه كما حلف فلم يكن. إذا تعمد الكذب فهي اليمين الغموس، وإذا كان يظنه، وهذا يحصل أحيانا، الإنسان يجزم بصواب نفسه ثم يتفاجأ بخطأه، أليس كذلك؟ بشر. فلو حلف على شيء ماض، والله إن فلانا قد قدم، مثلا يقول مثلا لو فرضنا أن أحد العلماء قال والله إن الشيخ فلان من العلماء الكبار قد قدم إلى مكة، أو قدم عالم من علماء مكة قدم إلى الرياض، قال والله إنه قدم، هو يظن إنه قادم، ما عنده خبر، ها؟ فتبين أنه لم يقدم، أو على أي شيء من الماضي أنه حصل، أو أن فلانا قد شفي وهو ما، أو أن فلانا قد مات وهو ليس كذلك، أو ما أشبه ذلك، فإنه لا كفارة في ذلك، سواء تعمد الكذب عليه الاستغفار، وهذه اليمين الغموس، أو كان مخطئا. اليمين الغموس إذا حلف على شيء يعلم كذبه فهي يمين غموس، سواء اقتطع بها مالا أو لم يقتطع، لجرأته على الله عز وجل، فهي تغمس صاحبها في النار سواء اقتطع بها حق مسلم أو لم يقتطع. قال ولا كفارة ولا في اليمين الجارية على لسانه، اللي هي لغو اليمين من غير قصد إليها، كقول في عرض حديثه لا والله وبلا والله، لقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وفسرته عائشة رضي الله تعالى عنها به أن القوم يعني يتداورون الأمر ويقول هذا لا والله وبلا والله إلى آخره، لا يقصد يمينا، ولذلك قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، عقده قلبه عزم عليه. قال ولا تجب الكفارة إلا في اليمين بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته من صفات ذاته، كعلمه وكلامه وعزته وقدرته وعظمته وعهده وميثاقه وأمانته. يعني أن على كل حال هذا واضح، لا بد أن يكون الحلف بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، إلا في النذر الذي يقصد به اليمين فإن كفارته كفارة يمين. ولو حلف بهذا كله وبالقرآن والقرآن جميعا فحنث أو كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير، أو حلف على أشياء بيمين واحدة، لم يلزمه أكثر من كفارة. يعني لو حلف بالله وببعض باسم من أسماء الله وبصفة من صفاته، أو حلف بالقرآن، القرآن كلام الله فهو صفة من صفات الله عز وجل، لكن الحلف بالمصحف لا، المصحف الورق وما فيه مخلوق والكتابة، لكن القرآن ذاته هو صفة من صفات الله، تكلم الله عز وجل به. إذا كان يقصد الكلام فلا بأس، لكن أولى أنه ما يحلف بالمصحف، لأن المصحف هو الله عز وجل قال في صحف مكرمة، مكتوب في صحف، كلام الله يقصد به القرآن لا بأس. أو كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير، يعني حلف على شيء معين وللتأكيد كرر اليمين، هذه صورة ثانية. أو حلف على أشياء بيمين واحدة، يعني حلف على والله إن زيدا قدم وعبيدا تزوج، أو أن عبيدا سيقدم، أنا أقول الماضي لا، عبيدا سيقدم وسيأتي، وعمرا سيتزوج، وأخاك سيخرج من السجن بإذن الله مثلا،
وفلان، فيذكر أشياء يقسم عليها بيمين واحدة، فإذا حنث يكفر فيها كلها، حنث فيها كلها فيكفر كفارة واحدة لأن اليمين واحدة. وإن حلف أيمانا على أشياء فعليه لكل يمين كفارتها، إذا جعل كل شيء جعل له كل يمين فعليه كفارات بعدد أيمانه. ومن تأول في يمينه فله تأويله، بحيث أنه لا يكون كاذبا، لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمران بن حصين: إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. والمعاريض مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس يسأل عن قريش، فلقي شيخا فقال له، يعني سأله هو وأبو بكر: ما تعرف شيء عن قريش؟ قال: بلى، لكن أخبراني من أنتما فأخبركما. قال: سأخبرنا ونخبرك. فأخبرهما عن قريش، يعني يطول الكلام في خبره عن قريش، وأنه خرج يوم كذا، فإن كان صدقني من أخبرني فهم في مكان كذا وكذا، للمكان الذي فيه قريش صاحب فراسة ومعرفة. ثم لما أخبرهما بما أراد قال: أخبراني من أنتما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء. فهو في ماء يسمى ماء العراق، يظن أنه من هذاك الماء، وهو صلى الله عليه وسلم يقصد ماذا؟ من ماء مهين. قال: إلا أن يكون ظالما فلا ينفعه تأويله. إلا أن يكون ظالما فلا ينفعه تأويله، لقول النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبه، على ما يصدقك به صاحبك، رواه مسلم. يعني لو كان ظالما في تأوله قد يكون غير ظالم، مثل ما روي أن رسول الأمير إسحاق أظن بن إبراهيم أمير بغداد جاء إلى الإمام أحمد وهو في بيت، فقال أحمد ها هنا، فقال أظن المروذي أو غيره: أحمد ليس هنا، ويشير إلى، لأنه يعرف أن الإمام أحمد لا يريد مقابلتهم في زمن المأمون وقول الخلق بالقرآن، فقال: أحمد ليس هنا هنا. فتبسم الإمام أحمد ولم ينكر عليه، وانصرف الرجل هذا. وهذا يتأول، لا يريد أن يكذب، وهو صادق، ليس أحمد في كفة، فهذا يريد الدفع، عليكم السلام، يريد دفع الظلم وليس ظالما. لكن لو كان يريد الظلم، مثل أن يكون مثلا مدين مماطل، فيتأول، يقول مثلا لابنه أو البالغ العاقل: أنا سأخرج من الباب الخلفي وصير خارج البيت، وأنت تذهب وقل للغريم أن أبي ليس هنا، خارج البيت، أبي خارج البيت. هذا في التأول ولا لا؟ في التأول. وهو ماذا يريد؟ يريد، وهو مماطل، عنده أموال كثيرة، وذاك حل حقه وقد أقرضه، فهو ظالم بهذا، هذا لا يسوغ له. ولو حلف على ذلك فليس، فيمينه حانثة. طيب، قال: باب جامع الأيمان التي يعني يرجع إلى فيها، ما الذي يرجع إلى فيه عند في بعض الأيمان بالنظر إلى الأصل أن يرجع فيها إلى النية أو إلى ما أثار اليمين، وسيبين المؤلف رحمه الله تعالى مثل ذلك. باب جامع الأيمان ويرجع فيها يعني في اليمين إلى النية فيما يحتمله اللفظ. فإذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه، أو حلف لا يتغدى يريد غداء بعينه، اختصت يمينه به. يعني لو فرض أن شخصا قال: والله لا أكلم رجلا، حلف لا يكلم رجل، وهو يريد شخصا بعينه، فينصرف إلى ما تنصرف، ولا ينظر إلى دلالة اللفظ، لأن اللفظ قد يعم أكثر من رجل. أو حلف لا يتغدى، وهو ينوي غداء
مثلا اليوم، انه لا يتغدى اليوم لانه ما افطر الا متاخر مثلا، حلف انه لا يتغدى، وشخص يريد ان مثلا يدعوه، وان حلف لا يشرب له الماء من العطش يريد قطع منته، يعني لا يشرب له الماء، يعني ما اشرب ماء، مثل انسان قدم لك ماء وقال تفضل انت عطشان مثلا اشرب، فحلف اني ما اشرب، فهو يريد قطع منته، والله ما اشرب كان، طيب ذا اللي يعطيني هذا اريد قطع منته، لاني اعرفه، اعرف هذا الشخص الذي مثلا وهو يريد قطع منته، حنث بكل ما فيه منه، زيد اعطاني هذا الماء وقال وانا اريد قطع منته، قلت والله ما اشرب الماء كذا، فاحنث لو حط لو اعطاني غير الماء، قال طيب اغراني اعطاني 500 قال خذ هذا رسال لعابي وخذتها، ها احنث ولا ما احنث؟ قل المؤلف احنث، لان النيه ايش؟ قطع المنه، قطع المنه، وهذا مثال الماء مثلا، وضده مثلا لو جاء زيد هو اللي اعطاني الماء وقلت والله ما اشرب، وجاء عبيد واعطاني ماء وعرف ان عبيد رجل فاضل يمكن اللي عليه معروف ولا راعي منه ولا شيء، فاخذتها شرب ما احنث، فالنية لها أثر. وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها، من غزل امرأة مثلا معينة، في الأول ثيابهم يغزلونها مستوردة، من غزلها يعني يريد قطع منتها، فباعه وانتفع بثمنه حنث، ها لو مثلا صار بينه وبين زوجته كلام وهي تغزل قالت خذ الثوب توي غازلته بس البسه، قال أنت كل ما يعني جربتك، فإذا جاء بعدين يمكن تقول اللي اخلع الثوب أنا اللي غازلته، ولا تقول لها وش أخبار الثوب اللي غازلته ما شاء الله طلعت فيه الشخصية، ولا مثلا هذا الثوب كل مرة تمنن عليه، يوم تروح للوليمة وعزمك فلان أو ذهبت إلى دعوة فلان وأنت لابس الثوب اللي أنا غازله لك، يوم العيد لابسه، في الجمعة ما شاء الله كل مرة تمنن عليه، يوم جاء مرة ثانية قال والله ما ألبس من غازلته، ثم بعد ذلك احتاج ما عنده فلوس ولا عنده، قال خذ الثوب انا غازلت روح باعه خذ ثمنه، فخذه وباع ثمنه، يحنث ولا لا؟ يحنث، لانه اراد قطع منتها. وان حلف ليقضينه حقه غدا يريد ان لا يتجاوزه، ان لا يتجاوز يوم غد دون ان يعني يسدد حقه، فقضاه اليوم لم يحنث، وقال حلفه ليقضينه غدا، لو جاء واحد قال عطني حقي الذي لي عليك، قال والله الآن ما معي شيء، لكن والله إن شاء الله غدا إني أعطيك، والله إن أعطيك غدا، لما جاء بعد العشاء ذهب له في المسجد اللي يصلي فيه وأعطاه اليوم ما أعطاه غدا، يحنث لا، لأن نيته إني أعطيك قبل الغد، أو يعني لا تغرب شمس الغد إلا وقد قضيتك. وإن حلف لا يبيع ثوبه إلا بمئة فباعه بأكثر منها لم يحنث، إذا كان يعني إذا أراد أن لا ينقصه عن 100، يعني لو قال واحد بعني ب90 بعني ذا الثوب ب90 حلف قال ب80 قال والله ما أبيعه إلا ب100 فباعه ب120 هل يحنث؟ لأنه يريد ولو حدد 100 يريد أن لا يبيعها أنقص منها، فالنية هي التي، وإن كان اللفظ يدل على أنه لن يبيعه بأكثر من 100 كانت حلفتها أنت تبيعه ب100 أنت بعتها ب120 قال أنا قصدي أن لا أبيع بأقل من 100. وإن حلف كل هذا منطلق هذا لذلك سماه جامع الأيمان كله يرجع للنية. وإن حلف لا يتزوجن على امرأته يريد غيظها لم يبر إلا بتزويج يغيظها به، لو أنه ما تزوج رغبة في حلف يعني تزوج ليس مثلا رغبة في النسل أو الولد أو الإعفاف أو نحو ذلك، لكن صار بينه وبين زوجته كلام قال والله لا أتزوج، ما تبكف وتزوج ولا استأهلا للزواج ولا يبيك أحد ولا إلى آخره، قال والله لا أتزوج، فتزوج، لما تزوج قال هذه تزوجت لك عمره 80 سنة تزوج 10 لو يحل لك، خذ 3 معها مثلها، ما اغتاظت صار تضحك عليه، هل هذا الزواج يصير بر بيمينه ولا حنث؟ حنث لأنه ما غاضها، أو مثلا قالت هذه ليست دميمة ليست بجميلة ولا تهمني ولا أغار منها، لم تقلها من غيظها لا قالتها صادقة،
ويعرف ذلك لم يعني، لكن إذن لأن قصده في باليمين هو الإغاظة ولم تحصل. وإن حلف ليضربنها يريد تعليمها لم يبر إلا بضرب يؤلمها. وإن حلف ليضربنها 10 أصوات فجمعها، أي 10 أصوات في يده، فضربها بها ضربة واحدة لم يبر بهذه اليمين، لأنه لا يفهم من 10 أصوات إلا 10 المفرقة، يعني 10 ضربات. وإن كان الشارع أتى كقوله سبحانه وتعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، لكن هذا تخليص من يعني الله سبحانه وتعالى رخصة من الشارع في مثل هذه الحالة، ومثل حالة الرجل الذي الأنصاري الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب بضغط. فإن عدمت اليمين، يعني هذه إذن المرجع الأول في تفسير اليمين هو ماذا؟ النية. عدمت النية، يقول فإن عدمت النية حلف بس ما عنده نية معينة، رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، وش اللي حرك على الحلف وما هيجها، فيقوم مقام نيته لدلالته عليها. يعني ينظر ما الذي يعني حمله على هذه اليمين. لو فرضنا مثلا أن شخصا سكن في دار، وسكن في هذه الدار جار مؤذي، فذاق منه الأمرين، ثم خرج من هذه الدار وسكن في سكن، ثم ارتفعت الأجور، فوجد هذه الدار أرخص من غيرها، قالت لزوجته شوف الدار اللي احنا كنا ساكنينها أرخص ونحن محتاجون إلى آخره، فحلف بالله والله لا أسكن هذه الدار. مش الحامل له على الحلف؟ الجار المؤذي. لو خرج الجار فله أن يسكن، ولا لأنه قصده ما دام هذا الجار موجودا. فإن عدم ذلك، يعني عدم سبب اليمين وما هيجها، حملت يمينه على ظاهر اللفظ، ما في نية معينة ولا شيء يمكن أن يحمل عليه، فيؤخذ بظاهر اللفظ، يعني ما يدل عليه. لو مثلا قال في الصورة السابقة الله ما أسكن في هذه الدار دار، بس ما في سبب يحمله عليها، بس عناد لامرأته مثلا، فيؤخذ بالظاهر ولا يسكن ولا يحق له، لا إذا سكنها يحنث، لو سكنها يحنث في الصورة الأولى لا. فإن كان له عرف شرعي كالصلاة، إن كان اللفظ عرف شرعي كالصلاة والزكاة، حملت يمينه عليه وتناولت صحيحه، يعني يقدم على العرف اللغوي، مثل كلمة الصلاة معروفة لها عرف شرعي مثل الزكاة وما إليها. ولو حلف، يعني مثلا الصلاة في اللغة ما هي؟ الدعاء. والزكاة في اللغة النماء والزيادة. فهو حلف على أن يزكي، فما مقصودك بهذا؟ هل مقصودك اللغوي؟ قال أنا ما لي قصد معين، فيحمل على المعنى الشرعي وليس المعنى اللغوي. ولو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحنث، لأن البيع الفاسد غير معتبر في الشرع، إلا أن يضيفه، يعني يقول إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح بيعه كالحر والخمر، فتتناول يمينه صورة البيع يعني الفاسد. وإن لم يكن له عرف شرعي وكان له عرف في العادة كالراوية والضعينة، حملت يمينه عليه. فالراوية هي التي يحمل فيها الماء ومزادة الماء، والضعينة المرأة، والغالب إذا كانت على الجمل، حملت يمينه عليه. فلو حلف لا يركب دابة فيمينه على الخيل والبغال والحمير. الدابة في اللغة ما هي؟ كل ما يدب على الأرض، الحشرة دابة، ليس كذلك؟ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ليست مقصورة على الخيل والبغال والحمير. لكن يقول لو حلف لا يركب دابة فتنصرف إلى ما يركب عادة وهو الخيل والبغال والحمير. وإن حلف لا يشم الريحان فيمينه على الفارسي، الريحان الفارسي يقول هو الريحان يعني الطيب أو نحو ذلك.
ويسمى الريحان. وإن هذا عندهم في زمنهم. وإن حلف لا يأكل شواء حلف بأكل اللحم المشوي دون غيره. لو كان حلف لا يأكل شواء فأتي له بذرة مشوية، هو ما عنده نية، ما نوى ولا ذرة ولا لحم ولا غيرها، فأتي بذرة مشوية أو ببصل مشوي أو بأي شيء مما يمكن شويه، فأكل منه فلا يحلف. لو أتي باللحم فإنه، لأن أصل الشواء ينصرف إلى اللحم، أو وإن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها، وإن حلف لا يطأ دارا حنث بدخولها، كل هذا واضح كيفما كان. وإن حلف لا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا فيمينه على كل لحم ورأس كل حيوان وبيضه. والأدم كل ما جرت العادة بأكل الخبز به من مائع وجامد كاللحم والبيض والملح والجبن والزيتون، كله يسمى إدام. يعني يقول وإن حلف لا يسكن دارا تناول ما يسمى سكنا، كل ما يسكن، فإن كان ساكنا بها فأقام بعدما ما أمكنه الخروج منها حنث، وإن أقام لنقل قماشه أو كان ليلا فأقام حتى يصبح أو خاف على نفسه فأقام حتى أمن لم يحنث. بقي وقت لكفارة اليمين، إيه هل نأخذه؟ قال وكفارتها كفارة اليمين إطعام 10 مساكين. بعض الناس الآن يتبادر إلى ذهنه أن كفارة اليمين صيام 3 أيام، وهذا ليس بصحيح، بل هي على الترتيب، وليست هي جزءان، جزء على التخيير وجزء ترتيبا، كما في الآية التي سيذكرها. قال وكفارتها إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو يعني لقوله تعالى أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه على التخيير، من أوسط من أجود، الوسط الخيار، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح، ليس المقصود من متوسط الشيء، وإنما المقصود من خيار ما تطعمون أهليكم، الوسط الخيار، هذا هو الأرجح في تفسير هذه اللفظة، من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا كله على التخيير، إما أن يطعم أو يكسو أو يحرر الرقبة على التخيير. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، من لم يجد ما يطعم به 10 مساكين أو يكسوهم أو لم يجد رقبة فصيام 3 أيام. قال وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنث أو تأخيرها عنه. يعني لو حلف إنسان أنه ما يكلم زيد من الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن معصية الله، فعليه أن يكلمه مثلا، وسواء كلمه قبل الكفارة أو بعد الكفارة، له أن يكلمه ثم يكفر بعد ذلك، ولا يلزمه أن ينتهي عن الكلام إلى أن مثلا يكفر. لو حرف لا يقرب امرأته، حلف لا يقرب امرأته مثلا وأراد أن يكفر، فله أن يقربها ثم يكفر بعد ذلك، ما يلزمه أن يكفر قبله. وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنث أو تأخيرها عنه، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي بالذي هو خير، ورؤيا فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. ويجزئه في الكسوة ما تجوز الصلاة فيه للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار، ويجزئه أن يطعم 5 مساكين ويكسو 5، يعني لو نوع إطعام كساء، ولو أعتق نصف رقمة وأطعم 5 مساكين أو كساهم لم يجزه، لأن هذا جنس وهذا جنس، هذا كلف. ولا يكفر العبد إلا بالصيام، ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤونته ومؤونة عياله وقضاء دينه. ولا يلزم أن يبيع في ذلك شيئا يحتاج إليه من مسكن وخادم وأثاث وكتب وآنية وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه. على كل حال، يعني لا بد أن يكون ما يطعم به أو يكسو به فاضلا عن حاجته الأصلية من رأس مال تجارة ومن الملابس ومن جميع حاجاته الأصلية.
ومن أيسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال إليه. لو ما عند شيء يكفر به طعام 10 مساكين، لكنه بدأ في الصوم، صام يوم، يوم جاء من الغد قيل له مات قريبك فلان وهذا مليون إرث، ها؟ هل نقول إنه يلزمك إنك تطعم؟ لا، ما دام من الشرع، لأن حال شروعه في الصوم من أهل الصيام. ومن لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه 10 أيام. يعني لو صار في بلد غني ما بحث مثل ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجد إلا مسكين واحد يطعمك كل يوم حتى يكون قد كأنه أطعم 10 مساكين. ونقف على باب الجنايات ولعله يختصر فيها.